تظاهر في المدرسة، قاموا بفصل 5 أشخاص مننا لأننا نطالب برحيل النظام الفاسد، ولأن الشعب يعاني من الجوع والفقر والبطالة، وحين قمنا نتظاهر فصلحنا. في أي صف أنت؟ في الصف الثامن. وأي مدرسة؟ مدرسة الكويت. إيش تقول للعالم؟ إيش نقول لهم؟ إن معانا نظام فاسد، علي عبد الله وأعوانه من الوزراء، الراعي، الكل، مدراء المدارس كلهم، المؤتمر نريد قلعهم، إنزالهم من الحمار الذي راكب فوقه. شكرا. علي عبد الله هاني الصالحي.